بيقول عندكم ايه باللبناني؟ بابا كان بيغني لي، بابا الف لي اغنيه ما عرفتش تفهمي انا وبلهجتي. ما دورك تعيديني ما في مفيش احساس كده، مفيش مش محسسني ان انا غريب، مش محسسني باي حاجه بجد. ممكن لانه مش فاهم ليه مثلا. لا بس لازم لازم يعني لازم تحسسني. ما خلاص ما لا اعملي شاي وجار بلا تخبيط بلا تخبيط. مروان سمعت الغنيه او لا؟ هذا كان بيغني لها يا بيا. عيدي حنان. حنانينو راح مارينو يخسي شامورينو اشمع بخو عرارينو اش نكسي خذق غيرينو عن زواي غزران عن قباخر عادي. هاي ما صار الشاي شو؟ كملي كملي. هيدي احلى غنية بالعالم ما بتتقارن ب قلبي وحياتك بس ما فهمت شيء. بس كان يعني بيا بيا الف لها اياها. حنان حنان ديالي يعني بتاعتي. بوها بوها الف. عمري يخسي شو معنى؟ يخسي شم يعني حبك قلبي. يخسي شمورينو اشمع بخو عرارينو يعني حطك هون اشمع بخو عرارينو اشمع كسيخ دقوغينو يعني باخدك هيك معناها كثير حلو. انزواي غزران يعني انزواي يعني بنروح انا وانت وديان يعني بنقطع وديان. انزواي غزران انقض اخر عديان منقدع على العديان يعني العالم يلي بيكرهونا. ابوها مؤلف حلو كثير بس ايه بس معناها حلو. ايه لا هي لذيذة. بابا اصلا يعني كاتب يعني بليز عديان عديان بابا مثقف كثير يعني عديان عديان.